أنس عاقل والصديق ريس عجوش أسسنا مجموعة الواتساب سميناها صباحنا. إذا مساءنا. في البداية أود أن أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا السفر. هذا السفر الآتي من بيروت الذي انطلق من بيروت إلى مراكش إلى الرباط إلى مدينة العرائش ثم الرباط مع هوامش سياحية وحميمية أيضا. شكرا إذا للصديقات والأصدقاء في جمعية رافائيل ألبرتي التي عودتنا على مثل هذه اللقاءات. في قعر الأرض وتستنسخ السماء، تلاقيها غيومي، تحررها من أسري ورعشاتي ودفقي. رقصة الكون لا تهادن، تؤجج الأسرار، تكشفني وتحويني. أسرع أرقد الحق بي، أنا المجنح صوبا لا نهاية. لا تكسرني، أنا المصوب إلى حيث لا تبديد. أكثر في الغياب حتى أتوالى من نفسي. هل تعرفني؟ هل تعرف النجوم في عيني والبروق في يدي وأجرام الكؤوس؟ تسمع أسراري من أبواق الريح وشم النسيم؟ هل تحفظ كلماتي بين صبح وليل وتسبق أحلامي وتسكن هالتي؟ هل أنت أنا حين أضيع لألاقيك؟ هل أنا أنت حين لا تعرف؟